طردت إيران دبلوماسيين ألمانيين معتمدين في طهران رداً على إجراء ممثل في حق دبلوماسيين إيرانيين. قررت برلين طردهما في 22 من شباط فبراير بعد صدور حكم الإعدام على مواطن إيراني ألماني على ما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية. وأفادت الوزارة في بيان بطرد دبلوماسيين ألمانيين لاعتبارهما عنصرين غير مرغوب بهما إثر تدخلات للحكومة الألمانية في الشؤون الداخلية والقضائية الإيرانية. ونقلت وكالة تسنيم اليوم الأربعاء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إعلانه عن طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان من البلاد.